حذاري ثم حذاري من هذه العروض. ما كاين شي واحد شاف في الجيفاوي ولا مشهور، فهمتيني؟ ديك 1500 اللي غادي نعطيها غير للمتابعين ديالي، حتى هما لا هما فيهم ولا في هذاك. الو، مسألة ديال 4000 ساعة، كاينين بعض الناس اللي كيبيعوا لك هذوك الساعات، وكاين انك تطلعها. دابا الا بغيتي تطلعها خصك تطلعها بكونتوني، يعني غير فيديو اللي نجح لك ونجح لك مزيان. 4000 ساعة راك دبرتي فيها. كاين الناس كيمشيو كيلقاو ناس في الماركت بليس كيقولوا لك راه حنا كنزيدوا الساعات، اولا كتلقى ناس كيديروا هذا العرض. حذاري ثم حذاري من هذه العروض. علاش؟ لانهم في النهايه كتوقف لهم هذيك القناه، اولا ما كتقبلش ملي كتدفع في الفكاع، ملي كتدفع تدفع الادسنس ما كتقبلش. كنقول لكم هادشي لانه كيجيو عندنا بزاف ديال الناس كيصيفطوا لينا عندهم هذا المشكل هذا. ملي كتجي تقولي واش شريتي، تيقول لك اه. الناس اللي كيشاركوا في الجيف اواي، الناس اللي كيشاركوا في الجيف اواي باش يكبروا القنوات ديالهم، نفس المساله. ما يسري على الناس اللي كتشري لي جيم، ما يسري على هاد الناس. الناس اللي كيعتقدوا انهم اذا شاركوا في الجيف اواي راه غادي تزادوا هما المشاهدات وغادي تزادوا، ما كاين حتى شي حاجه من هذيك الهضره. علاش خويا انت اللي كتشارك في هذيك الجيف اواي بديك القناه ديالك باش يتزادوك لي سبسكرايبر وما الى ذلك؟ خاصك تعرف واحد القضيه، هذاك السيد دار لك سبسكرايبر باش يشارك، سبسكرايب باش يشارك في واحد المسابقه باش يربح شي حاجه اللي ما غيربحهاش. المهم باش يسميتو، هو ما عندوش علاقه بك، هو ما تيتابعكش، هو ما عجبوش المحتوى ديالك، هو مشارك ان فوا غتسالي هذيك الجيف اواي غيدير لك ان سبسكرايب. يعني ديجا غادي تلقى انه واخا غتشارك من بعد غتلقى في الدروب وهذوك المشتركين، هذه واحد. جوج، ان ليفيو راه ما غاديش يتحسنوا عندك. ما كاينش شي واحد شارك في الجيف اواي ولا مشهور، هاي تضيعوا رزقكم. تمشي لك 1500 غدا سير دير جيف اواي انت في القناه ديالك، حيت من الطرق مثلا باش تكبر القناه ديالك. ولكن داك الشخص خصو يكون هو خصو يكون قانوني وخصو يكون حقيقي، فهمتيني؟ ديك 1500 اللي غادي نعطيها غير للمتابعين ديالي، حتى هما لا هما فيهم ولا في هذاك خصنا ولا